نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من محافظة المنوفية حيث تمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة ب 300,000 جنيه. في كفر الشيخ تم انتهاء العمل بلجنة اختيار الأمهات المثاليات للعام الحالي 2024. كمان في أسيوط بيتم تنفيذ مشروعات مدينة ناصر الجديدة باستثمارات وصلت ل 13 مليار جنيه. أما في البحيرة فتم انتشار أكثر من 1300 معدل لرفع تراكمات الأمطار في الشوارع. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية تمت الموافقة على زيادة الحد الأقصى للقروض الميسرة لتصل ل 300,000 جنيه بفايدة 7% فقط، في ضوء الأهمية الكبرى للمشروعات الصغيرة ورفع مستوى الدخل للشباب والمرأة المعيلة وتطوير مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية. في كفر الشيخ تم الانتهاء من أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة لعام 2024، وقامت اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، وتم اختيار 10 أمهات مثاليات للفوز بلقب الأم المثالية لهذا العام وفقاً لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعي. فأسيوط أكدت المحافظة تنفيذ مشروعات مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية إحدى مدن الجيل الرابع، وبلغ حجم استثماراتها حوالي 13 مليار جنيه، وده في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية الصعيد وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة جاذبة للسكان تحقق المزيد من الفرص الاستثمارية وفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. في الفيوم تم تنظيم قوافل طبية مجانية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية، وده ضمن مبادرة حياة كريمة، وبتستهدف توقيع الكشف الطبي على 1052 مريض بقرى أبو كسا والفاروقة والسبيل بمركز إبشواي وقرية السلام بمركز إدسا بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالفيوم. في الدقهلية أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة إنه بناءً على إختار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء هيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وده ابتداءً من غداً السبت حتى الخميس 22 فبراير الجاري في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة، وده لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقاً لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين. في الأليوبية أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدء امتحانات ختام برنامج المصريون يتعلمون لمحو أمية الكبار، وده من أجل التصدي لمشكلة الأمية والقضاء عليها، وجرى تنفيذ فصول محو الأمية وتعليم الكبار في 50 مركز شباب على مستوى إدارات بنها وكفر شكر والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة بواقع 600 مدرسة. في البحيرة أكدت المحافظة أنه تم الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار بأكثر من 1300 معدة وطاقم، بالإضافة لماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة.